رجل عنده نصاب ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي؟ مثلا عنده 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال. الصواب ان الدين لا يمنع الزكاة. اذا كان عليه 100,000 دين وعنده 200,000 لا ينقص منها 100,000 لاجل الدين، لا بل يزكي ما عنده والدين يقضيه الله سبحانه وتعالى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله الى الناس ويأخذ منهم الزكوات ولا يسألونهم عليهم دين وما عليهم دين. الحاصل ان الدين لا يمنع الزكاة. فاذا كان عليه 100,000 دين وعنده 100,000 نقود زكيها ولا يمنعها، لا يمنع الزكاة. وكذلك النذر والكفارة اذا انقصت النصاب كلها لا تمنع، لا الدين ولا النذر كلها لا تمنع الزكاة.